عشية الاحتفاء بذكرى تأميم المحروقات أشرف اليوم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن من حاسي مسعود رفقة عدد من الوزراء والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك وإطارات وعمال قطاع المحروقات. أشرف على مراسم الاحتفالات الرسمية بالذكرى، حيث أعطى إشارة تشغيل مركز الفصل والضغط لحاسي قطارة. هذا المشروع مكسب نفطي هام يعمل على الرفع من الإنتاج والمردودية ويساهم في تحسين عمليات التدفق. ووعيا منا بالتحدي المزدوج الذي تواجهه البلاد والمتمثل في تعزيز الأمن الطاقوي على المدى الطويل والوفاء بالتزاماتنا المستقبلية والحفاظ من جهة أخرى على مستوى صادرات يمكننا من تمويل اقتصادنا، فإننا ندعو من هذا المنبر كل الإخوة والأخوات عمال وعاملات القطاع إلى تكثيف الجهود من أجل رفع التحديات والعمل على تكريس هذه المشاريع على أرض الواقع. وبهذه المناسبة فإننا نجدد دعوتنا لكل الشركات والمتعاملين في قطاع المحروقات، وطنيين كانوا أم أجانب، لاغتنام فرص الاستثمار المتاحة والعمل معنا على رفع قدراتنا الإنتاجية من المحروقات لتحقيق المصالح المشتركة وضمان الأمن الطاقوي للطرفين والمضي قدما نحو انتقال طاقوي عادل وسلس في إطار تنمية مستدامة.